الوضع الفلسطيني يمر في أخطر مراحله. الاحتلال الإسرائيلي الذي ربما فوجئ بيوم 7 أكتوبر قال إنه هاي معركة وجود لنا للاحتلال، معركة وجود، وشبهها بحرب 1948 وقال نريد نكبة جديدة للفلسطينيين. والاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عن نتائج هذه الحرب دائما لديه خطط جاهزة موضوعة ينتهز أي ظروف لتنفيذ هذه الخطط. إسرائيل قامت على فكرة إنه أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، إذا كان الصراع من بدايته لما جاء 7 أكتوبر بدأ التفكير. مقاومين مسلحين لأنه هو الآن يبحث لا يجد أي هدف عسكري وإنما بالطائرات يقصف. شفنا بعض الصور للمباني السكنية على رؤوس أصحابها. إذا هو عانى فكرة 48 أكثر من 51 ما تصاب أكثر من 400 كما قالوا الأخوة المحاضرين 400 تجمع سكاني فلسطيني. هو أراد أن يهجر سكان غزة، الظروف لم تسمح له بذلك وبالتالي استمر في قتلهم سواء بالطائرات أو بالجوع. قدر أنه قطع المياه والكهرباء وكل شيء يتعلق بإمكانية أن يستمر الإنسان في حياته، وحتى كرامة الإنسان هو يحاول أن ينتزعها ليحول الفلسطينيين إلى مجموعة من الناس بلا مأوى بلا مكان لتناول الطعام وبلا أسرة، حتى الأسرة الفلسطينية يريد أن يفككها. الشعب الفلسطيني صامت لأنه الخيارات أمامه محدودة. وأنا أريد أن أقول ماذا نريد. أولا كل الشعب الفلسطيني موحد الآن في مواجهة هذا العدوان، لأنه هذا عدوان يريد أن يرتكب مجازر لتطهير الشعب الفلسطيني وإبادته من الوجود. نريد وقف هذا العدوان. كل الجهد اللي عم بتطور إيجابا، يعني إحنا بدينا كان 120 دولة في الجمعية العمومية، في آخر التصويت كان 153 دولة. بعض الدول الأوروبية كانت مع حق إسرائيل بالدفاع عن النفس، تغيروا وصاروا وأصبحوا يطالبوا بوقف العدوان. إذن لكن لم يصل إلى اللحظة التي يفرض فيها وقف العدوان. أولا نحن نريد وقف العدوان لأنه حتى كلمة حرب أنا عندي تحفظ عليها، لا توجد موازين قوى وتسلح لنقول أنه والله هناك حرب. وقف الحرب. ثانيا وقف العدوان. ثانيا الإغاثة العاجلة والسريعة من أجل إنقاذ الفلسطينيين وبقاهم على أرضهم. هذا أمر بحاجة إلى جهد عربي ودولي. الشيء الثالث، نحن بحاجة إلى إعادة الإعمار، بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية يتفاهم كل الفلسطينيين من أجل إعادة الإعمار، وهو مشروع يعني كبير جدا. بدون تعاون عربي إسلامي دولي، أنا برأيي ما حصل في غزة هو أكبر من زلزال، أكبر من كارثة، هو يوم قيامة إذا يعني نظرنا إلى ما يجري على الأرض. إذن بحاجة إلى ثالثا أن نهيئ الظروف لانتخابات فلسطينية. وأنا برأيي الشعب الفلسطيني عندما عاد أبو عمار زعيم الثورة بأوسلو لم يصبح زعيم ورئيس للسلطة إلا بعد انتخابات، بالتالي لن يأتي أحد إلا بانتخابات. فنحن نرى أن الانتخابات ليفرز الشعب الفلسطيني قيادته المنتخبة من الشعب الفلسطيني حتى نستطيع أن نفتح الطريق إلى الحرية. ملاحظة أخيرة، أنا برأيي نظرتنا للعالم ونظرتنا حتى للتعايش بيننا وبين الإسرائيلي، أنا برأيي هاي
نظرة سقطت، كما قلتم عن القوانين الدولية وميثاق روما والقانون الإنساني والقانون الإنساني الدولي ومحكمة الجنائي، كل هذه الأمور سقطت وكل هذه النظريات لم يعد لها أي قيمة أمام ما يحصل من دفاع عن المجرم. يعني هم لم يقولوا حق الدفاع، هم يدافعوا عن هذه الجريمة. الموضوع الثاني حتى موضوع التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين اللي الآن إحنا، وهذا كان يقلق الصهاينة، أنه في 7 مليون فلسطيني على الأرض التاريخية لفلسطين، في 7 مليون يهودي على الأرض التاريخية، كان ممكن الحديث عن إمكانية التعايش بحل دولتين بعد ما حصل من إجرام إسرائيلي من كراهية. أنا برأيي لا يمكن التعايش، نحن نريد تطبيق القانون الدولي حتى تقام الدولة الفلسطينية، ونحن لا نريد أن نراهم، يعني لا نريد أن نراهم، هم كانوا يبنوا الجدران، إحنا الآن نريد أن نبني جدران أكثر، ولكن في دولة فلسطينية مستقلة وحرة وعاصمة القدس. شكراً.